السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سوق العقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم حضراتكم النهاردة عرض جديد، شقة دوبلكس بتطل على ناصية شارعين وعلى شارع عمومي بسعر لقطة في اسكندرية العجمي شاطئ النخيل. ده شارع 10 شارع عمومي، شفنا بعض واجهة العمارة. موجود عندنا هنا ده المدخل، مدخل ممتاز جدا ما شاء الله، بوابة وأسانسير وحارس خاص للعقار. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. اول حاجة بتقابلني هنا عندي مطبخ امريكاني، ده المطبخ عندنا هنا من الداخل. على شمالنا هنا موجود عندي عداد الكهرباء الخاص بالوحدة. وقصاد مننا موجود عندي ريسبشن، موجود فيه السلم الداخلي اللي بيطلعني للروف. الريسبشن عندي ما شاء الله كبير ومربع ومشطب، عندي كويس جدا. تشطيب فور ممتاز، تشطيب جبسون بوردر وان هادية وديكورات ممتازة جدا. ندخل نبص مع بعض على غرف النوم والحمام. على يمين هنا موجود عندي طرق التوزيع بتدخلني على غرف النوم والحمام. قصادنا على طول هنا موجود عندي الحمام. وعلى يمنا موجود عندي اول غرفة نوم. ممتازة جدا ما شاء الله، مشطبة كويس جدا، تشطيب فول ممتاز، تشطيب جبسون بوردر وان هادية وديكورات ممتازة جدا. الغرفة دي عندي هنا بتطل على الشارع. وقصادنا هنا موجود عندنا الغرفة التانية. ممتازة جدا ما شاء الله، مشطبة، عندي تشطيب جبسون بورد بالون هادية وديكورات فوق الممتازة. عندي هنا دي الإطلالة بتاعتها بتطل على البلكونة، والبلكونة عندي بتطل على الشارع ما شاء الله. الغرف عندي والريسبشن كلهم بيطلوا على الشارع. تشطيب ممتاز جدا جدا ما شاء الله. وعندي هنا دي البلكونة، تراس رائع وكبير وممتاز جدا، بتطل عندنا هنا على شارع عمومي. واجهة بحري بتطل على ناصية شارعين، ممتاز وجميل جدا جدا ما شاء الله. رؤية الريسبشن عندنا هنا من زاوية تانية. نطلع نبص مع بعض على الروف عن طريق السلم الداخلي.
ما شاء الله، عندي هنا الروف خاص بالشقة تحت. وعندنا هنا دي الإطلالة بتاعتنا. فيو رائع وممتاز جدا ما شاء الله، غير مجروح. ده شارع 10 موجود فيه عندنا هنا كل الخدمات. الموقع يصلح للسكن الدائم طول العام. في الروف عندي هنا موجود مطبخ أمريكاني، جميل وممتاز جدا جدا ما شاء الله. وكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهارده من قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شقة دوبلكس مميزة جدا جدا بتطل على نص الشارعين، بجوار الشارع الرئيسي وبتطل على شارع 10، شارع رئيسي في المدينة، يصلح للسكن الدائم والمصيف والاستثمار العقاري. العرض عندنا في الطابق الخامس بالروف، اخر دور بالروف، مسجله في جمعيه 6 اكتوبر للقوات المسلحه، وكامله العدادات كهرباء مميزه. احنا في بنستلم اخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحه الاجماليه للدوبلكس 180 متر، عباره عن 90 متر تحت زائد 90 متر فوق. السعر 280 الف جنيه كاش، السعر بالدولار 14 الف دولار. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم ان شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.